اليوم هذا اليوم الدراسي اللي كتنظمه الوزاره هو كيهدف الى تقاسم الخبره والتجربه مع الجامعات الترابيه اللي الان حنا كنعتبروهم شركاء اساسيين في تنفيذ وتنزيل السياسه العموميه، وخاصه الان في الشق اللي هو مرتبط بالولوجيات. كما كتعرفوا بان الولوجيات هي شان محلي بامتياز، كاين العمل اللي هو كبير ينتظر من الجامعات المحليه، وبالتالي الشراكه اللي ممكن انها تربطنا معهم غيمكننا نستثمروا فيها مجموعه من النقاط اللي تسمح لنا باش ننزلوا برامج تكون قريبه من المواطنين. يمكن نذكر البرنامج الان اللي هو قيد التنفيذ، هو برنامج مدن ولوجه اللي كيرتكز على اربعه ديال المحاور. الاولى، المحور الاول هو العمليه ديال التشخيص. ما يمكنناش نجيو ونكتب نديرو ولوجيات في مدن معينه دون القيام بتشخيصات لتحديد الاحتياجات ديالها في المجال. المجال الثاني هو اننا نقوم بارساء هذه الولوجيات، يعني عمليه ديال الاشغال اللي كيشرف عليها بشكل مباشر طبعا الجامعات، ولكن دعم تقني ومواكبه من الوزاره. المجال الثالث اللي هو مرتبط بالتكوين، لان ما يمكنش تطلق برامج ديال الولوجيات بدون عمليه ديال التكوين ديال الفاعلين اللي هما العاملين التقنيين، المهندسين، المعماريين، وكذلك المهندسين ديال البناء. العمليه الرابعه والاخيره كترتبط بالتحسيس، لان ضروري الولوجيات الان هي ثقافه، كنا نتكلموا عليها كثقافه، الا ما كانش فيها التحسيس والتوعيه ما يكونوش النتائج اللي هي واضحه. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا اليوم الدراسي جاء في سياق مهم جدا، حيث أننا نتوفر اليوم على قانون إطار، نتوفر على سياسة عمومية، على مخطط تنفيذي، وهناك كذلك تفعيل مرسومين ذي أهمية بالغة لتشغيل الأشخاص في وضعية إعاقة، وهناك اتفاقيات مبرمة مع عدد من المجالس الترابية لجعل مدنهم مدن ولوجة. هذا البرنامج نريد من خلاله أن نوطئ معماريا وعمرانيا الولوجيات لصالح الأشخاص في وضعية إعاقة، لتمكينهم من الحق في الولوج إلى الفضاءات وإلى الخدمات. وطبعا يبقى مجال الاتصال ومجال النقل من المجالات التي يجب أن نفعل فيها الولوجيات من قبل لغة الإشارة، وكذلك من قبل تدليل الصعوبات أمام الأشخاص في وضعية إعاقة للتنقل بحرية. وكل هذا المبادرات اليوم لا يمكن أن تنجح إلا بشراكة حقيقية ومسؤولة ما بين الحكومة والجماعات الترابية لتحقيق مساواة حقيقية وتمكين الأشخاص في وضعية إعاقة من كامل حقوقهم بموجب المواطنة التي تحتم علينا أن نتساوى جميعا في الحقوق وكذلك في الواجبات. لا تنسوش تتابعونا على جميع وسائل التواصل الاجتماعي والاشتراك في القناة والضغط على زر الجرس.